ليه ما اخدش البطوله المطلقه؟ لا هو الجيل ده كله ما كانش ده الهدف يعني. كل القامات والعباقره واساتذه فن التمثيل كلهم كانوا بيؤدوا الدور الثاني. هو كان يبقى مبسوط جدا ان هو رايح يشتغل والفيلم فيه الاستاذ فريد شاوي والاستاذ رشدي اباظه والاستاذ محمود مليجي، ما بيسالش دوره ايه، دوره هو الثاني ولا البطل، لا هو بيشتغل في دوره بطل، عارف وهو نازل في من يشتغل ويروح يصور ان هو بطل في دوره. اوكي، فما كانش فيه بقى نظام اللي هو فيلم النجم الواحد. لا ما كانش انت عندك، ما تبص على الافلام القديمه ما فيش الكلام ده خالص. طب هسال حضرتك سؤال، كان الفنان توفيق الدين كان مرشح لدور الرجل الثاني بتاع رشدي اباظه، الرجل الثاني بتاع رشدي اباظه، واللي انا عرفته من التحضير ان هو فعلا بالفعل اخذ عربون من ده، بالرغم كده ان هو ما عملوش. بص الموضوع ده اصله هو يعني هو اتحكى واتقال وممكن يرد، لكن هو يظل الاستاذ رشدي اباظه نجم كبير وصديق من اصدقاء والدي، ووالدي كان يحب الاستاذ رشدي جدا. ايوه، ويعني يعلم تماما ويعلمنا كانه يعني بيوصينا انه على المستوى الانساني شيء ما حصلش، مش بس كنجم كبير، لا هو كانسان الاستاذ رشدي. فالموضوع ده يعني يقال، لكن انا يعني ما احبش اخوض فيه قوي لان في حاجات كتيره يعني، في حاجات كتيره بتتقال واحنا مش عارفين صحتها كانت حقيقيه ولا لا. بالظبط كده، لكن هو الوقت ده كان اللي بيعمل الادوار دي هو الاستاذ، بعد الاستاذ فريد شوقي ما غير كان الاستاذ المليجي ووالدي، ما كانش في حد تاني، فهم جابوا الاستاذ رشدي لانه طبعا نجح جدا في الدور ودور عظيم جدا، كان لهم اختيار وحاجة يعني إضافة ما فيش شك يعني. لكن إيه الكواليس بقى دي يعني كلام كتير بيتقال فيه. طب كان مين أقرب الأصدقاء المقربين للفنان توفيق الدين؟ ما هم دول كل يعني الأستاذ فريد شوقي أولا لأنه يعني صاحب فضل، فلما قال له أنا هغير بقى بعد ما وفات الأستاذ أنور وجدي وحدي لك هعمل معاك زي ما عمل معايا أنور وجدي، واداله سلطان دور في فيلم سلطان وبورسعيد والفتوة، والتلاتة أدوار كانت ركائز انطلق منها بقى. طب أستاذ ماضي عايز أسألك سؤال، توفيق الدين الأب، خلينا بقى نتكلم بقى عليه كده شوية وبعد كده نرجع نتكلم تاني على الفن وعلى الأفلام وكده. بس عايز أقول لحضرتك أصدقائه الأستاذ رشدي أباظة، الأستاذ فريد شوقي، الأستاذ محمود المليجي، الأستاذ شكري سرحان، استاذ عبد المنعم ابراهيم، دول الاقرباء يعني، دول كانوا اقرب ناس ليك. عشان نكمل بس حضرتك تسمع عن واقعه ان في جزار مشي ورا رشدي اباظه؟ تسمع اكيد عارفها، ان في مشي وراه وافتكر ان هو لص حقيقي والكلام ده ولا ممكن؟ والله هي ممكن تحصل زمان، لكن دلوقتي طبعا، لكن اهلنا البسطاء ممكن كان يعني كانت لسه الحكايه، وبرده درجه الاتقان والمعايشه ممكن تخليك تتصور يعني الانسان البسيط اللي هو يعني من اهلنا البسطاء الجمال ده ممكن كان في الوقت ده يحصل كده، لكن هي مدى صحه الحكايات دي ما اناش عارف بقى. مش عارف. طب احكي لي بقى عن توفيق الدين الاب، يعني كلمني كده عليه، اما كان بيدخل البيت كان ايه طقوسه؟ كان لما بيجي له مثلا فيلم كان بيعمل ايه؟ كان ايه اكتر حاجه انت بتستفزه فيها وانت صغير؟ كان ايه اكتر حاجه بتحبها جدا 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 بتعمل معاه فيها؟ اتعرف على والده حضرتك ازاي؟ احكي لنا كده عن. لا هو كأب طبعا زي الاباء المصريين كلهم، اولا العائله وبيت العائله ده حرم. ايوه، فهمه للحياه وخبراته اهلته ان هو يكون عارف يعني ايه أطفال وبيكبروا وشباب وهيبقى لهم متطلبات ويبقى لهم وجهة نظر في الحياة، فكان دايما عنده مبدأ يعني في الحتة دي يقول لك أنا الشباب أنا أتعلم منكم وأنتوا تعلموا مني، عشان يديك خبراته وينقلها بسلاسة، ما يبقاش في صراع الأجيال اللي بيحصل ده، فكنت تأمن. فهو كان أب دافئ يعني عاطفي ودافئ، وخاف علينا وطبعا يهتم بكل كبيرة وصغيرة وتفاصيل حتى الحياة الصغيرة، يعني انت نازل مع مين ومين اللي جاي لك وانت رايح عند مين وليه، واشركني معاك كصديق، احنا اصدقاء ما احناش حاجات كثيرة جدا تقدر تقول يعني ان هو كان شايف بكرة، دايما كانت عنده نظرة بعيدة، نظرة بعيدة، يقول لك انت عايز تشتغل في الفن انا مش هكلم مخرج ولا منتج عشان اشتغل وخد شهادتك
ويبقى حاجة في المجتمع، وبعدين عايز تبقى فنان انت حر. لكن انا مش قيمة برضو، انا مش هروح اكلم الواسطة دي، ما تنفعش. احد النجوم كان مرة ابنه عايز واسطة من ابن عم ابويا، كان مدير مدرسة مشهور، وهو كان فقال له شوف لي ده، قال له لا انا ما اتكلمش لحد. لما كان بعض الاساتذة عندنا في المدرسة يعرفوا ان انت ابن فلان، يبدأ يقول لك هات لي بقى تذاكر سينما، تذاكر مسرح، يقول لك لا انا اديك الفلوس انت تقطع، لكن انا ما اقولش للمنتج ولا المخرج هات لابني. ما كانش يحب خالص، لا خالص، انت تقطع، اديك الفلوس اقطع له ودخله. هم كانوا يعتقد ان هو جايب لهم، مش جاي، ومدينا الفلوس احنا بنقطع. فكان عنده يعني شويه قيم نقلها لنا وتربينا عليها، وكان زوج بقى يعني مثالي يعني. ما هو طبعا عارف مامتك ازاي بقى؟ لا هم كانوا يعني في قرابه يعني. أيوة. في حكم بنت عمته، وبعدين بعد ما هو جوز اخر اخواته البنات، فبعدين بقى انتبهوا قالوا له انت بقى جوزتنا كلنا، لازم بقى انت تتزوج يعني. فاحنا اخترناهم، كانوا بيروحوا بقى لان كان والدها توفى في هذا العام. ايوه. فراحوا قالوا له فلانه بقى، فشافوا بعض مره او اتنين، وبعدين بقى هو ربنا بقى اللي وفق وجمع وحصل. وحصل. وبعد كده خلاص يعني، خلاص حضرتك ليك اخوات يعني، عايزك تشرح اكتر العيله اتكونت من ايه؟ لا هو انا عندي اخويا فخر الدين. ايوه. واختي هاله. أيوة. وفخر الدين محاسب، وهاله رقيب على المدير عام المصنفات في التلفزيون. ايوه. واحنا بس كده يعني. طيب عايز بقى ارجع تاني اتكلم على ادوار الفنيه. البازا فندي. البازا فندي ده عايش معانا لحد دلوقتي. احكي لنا عنه، احكي لنا لو في اي كواليس حضرتك تعرفها عنه، الحاجات دي كلها. لا انا احكي لك على الرساله نفسها يعني، وسبب وجوده لحد دلوقتي باستمرار. انت بتفتكر البازا فندي، وبتفتكر ابو الخير في مرات المدير عام. ايوه. وبتفتكر يعني بتقدر تقول النمساوي. حاجات كتير. ها؟ النمساوي. النمساوي بيه يعني ثلاث يعني. هو كان له فلسفه في اداء ادوار الشر، انه انت مبسوط وانت شايفه. ايوه. لكن خلي بالك ده، وعايز اقول لك انا ما بكرهوش. يعني انا حتى من المشاهدين ان حتى لما بشوفه هو بيعمل ادوار شر، هو ممكن يعني بيبقى فيه كده حاله من الحالات. ما هتكرهه في ضرب المهابيل، هتكرهه فلأقتل زوجي، هتكرهه في صراع في المينا، ده شكل تاني. عايز اقول لك انه تنوع في حتى في تناوله الادوار الشر اللي هم حاولوا يحصروه فيها في السينما يعني. اهي صوره البازا فندي اهي معانا. فالكاركترات دي يعني هو كان يقصد يعني رسالة برضو. ما هو ده ودى الدنيا بداهية بجهل. هو راجل برضو شرير ومجرم وجاهل، وعامل انه بيفهم في كل حاجة. أيوه. فهي دي نماذج موجودة في وقتنا هذا، انضيعنا الجهل والشخصيات اللي زي دي. فكان يقصد ان الشر جميل براق زي جلد التعبان كده، احمر واخضر وازرق، لكن تحط ايديك عليه خلاص لا دخل. هو كان كده تضحك معاه طول الفيلم وانت شايفه شرير وفتوه وصايع ويضحك ومش عارف، لكن وراه مصيبه، يا يتقتل يا ينضرب يا يخش السجن، حاجه من دي. كانت كواليس.